موجز المسائية كنقدمه لكم من شوف تي في، أهلا بكم. قال عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان أن وزير سابق بلا ما يحدد بالضبط إلى أي حكومة كان كينتمي، قال لي لماذا أخبرت رأي العام بقرار الحكومة القاضي بتجميد 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار؟ كان يمكن أن يبقى القرار سريا لا يخرج عن نطاق المجلس الحكومي كما كانت كتفعل الحكومة السابقة. مصادرنا اعتبرت صريح بن كيران خطير جدا وكيدخل ضمن نطاق خداع الشعب والتحالف حيول عليه، وكان عليه ان يخبر الراي العام من هو هذا الوزير اللي كان كيخدع المغاربه ولاي حكومه كان كينتمي، مادام كيحكي في كل فرصه اتيحت له لمخاطبه المغاربه ان مبادئ الحكومه الجيده والديمقراطيه كتاسس على الشفافيه والثقه والمصداقيه. في الشأن الإعلامي، بعد عرض قناة ميديا تي في حلقة برنامج محققون اليوم 17 أبريل الفارطة واللي خصص لمعالجة موضوع المؤسسات الخيرية بالمغرب، تم خلالها التطرق للاختلالات اللي كيعيشها بعض هاد المؤسسات أو كتعيشها بعض هاد المؤسسات والوضعية المتردية اللي كيعرفها المستفيدون منها والمعاناة النفسية والضرب والتعنيف اللي كيتعرض ليه أطفال متخلى عنهم. كشفت يومية الاتحاد الاشتراكي أنه بعد بث الحلقة اللي تم تصويرها بالكاميرا الخفية تم فتح تحقيق في الموضوع بناء على تعليمات أمريكية نتيجة لفضاعة مشاهد تضمنها البرنامج وصفت بصادمة. في الخبر القضائي، قررت ابتدائية الرباط أمس المتابعة في حالة صراع في حق 4 ديال الأشخاص جرى اعتقالهم مساء الأربعاء الماضي قبالة مبنى البرلمان بعد تفريق وقفة مناهضة لمهرجان موازين إيقاعات العالم. وحددت النيابة العامة يوم 17 يونيو موعد لتقديم الأشخاص الأربعة اللي كينتميو جوج منهم لمنظمة جديد طلابي ذراع الطلابي لحركة التوحيد والإصلاح للمحاكمة بتهمة مشاركة في تظاهرة غير مرخص لها وتعنيف رجال الأمن وقطع الطريق. مغاربيا، كشفت مصادر إعلامية فرنسية صباح اليوم أن الجنرالات في الجزائر لن يعلنوا عن وفاة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلا بمشارف 2014 موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلد تجنب لأي أمر طارئ قد يسبب حالة من عدم الاستقرار. يأتي ذلك حسب موقع مغرب انتليجنس الإلكتروني في وقت بدأت كتسرب فيه معلومات من باريس تؤكد أن الرئيس الجزائري لن يعود إلا في صندوق إلى الجزائر. رياضيا، عينات مديرية التحكيم بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الحكم الدولي رضوان جيد لقيادة المباراة المصيرية بين نادي القنيطري والنادي المكناسي اللي غادي تحدد هوية الفريق الثاني اللي غادي يرافق رجاء بني ملال الى القسم الثاني. وكيحتاج الفريق القنيطري المحتل المرتبة 14 برصيد 26 نقطة الى التعادل لتفادي النزول الى القسم الثاني، فيما كيحتاج الفريق المكناسي صاحب المركز 15 بمجموع 24 نقطة الى تحقيق الفوز في قلب القنيطرة من أجل الحفاظ على مكانته بالقسم الأول. نهاية الموجز، كنشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.